وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب. مرحبا بك معالي الرئيسة في نشرة الثامنة، وبداية هل من كلمة تودين توجيهها بهذه المناسبة؟ بداية أتشرف بأن أهنئ أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باليوم الوطني المجيد، والذي يأتي ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 50 والاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة. هذا اليوم الذي يشعر كل مواطن إماراتي بالفخر والاعتزاز بما قام به الآباء المؤسسون لكيان الدولة، وعلى رأسهم قائد الوحدة وباني نهضة الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ولا يعد تأسيس دولة الإمارات مجرد ذكرى تاريخية مهمة فحسب، بل هي قصة ملهمة للعالم كله بما يحويه من دروس وعبر عن قيمة وأهمية الاتحاد، عن الإيمان بالأهداف، عن العطاء، عن الإصرار والتحدي، عن الإخلاص والنجاح. واليوم يكمل تلك المسيرة المباركة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات وإخوانهم حكام الإمارات. وباحتفال الإمارات بيومها الوطني فإنها تحتفي بنجاح أطول تجربة اتحادية في العالم العربي عمرها نحو نصف قرن من الزمان، وتحتفل بدولة ذات تاريخ عريق وحاضر مزدهر ومستقبل واعد. ومن مملكة البحرين وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حكام دولة الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم، معربين عن صادق التمنيات بمزيد من التقدم والنماء والازدهار، ومؤكدين عمق العلاقات البحرينية الإماراتية التاريخية والمتميزة وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة والقربة والتعاون المستمر في مختلف المجالات، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متواصل في ظل القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، معربين عن خالص الإعجاب والامتنان لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، لما تحقق من منجزات للمرأة الإماراتية. كل عام والإمارات بألف خير وتطور ونماء، أيامكم الجميلة هي أيامنا وأفراحكم أفراح لنا، فكل عام ونحن بألف خير وأمن وسلام. معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.